وصفتنا اليوم يحبونها الكبار والصغار، تصلح عشاء وممكن بعد مع فطور رمضان قرب الله يبلغنا إياه. وصفة من وصفات ثمار العقيلات، تعالوا أنا وياكم نسويها مع بعض. بالبداية عندي الرولات هذه المعدنية، تحصلونها بأي محل كماليات. وعندي هنا خليط الدقيق والموية، وأسكر على القطعة المعدنية بهالشكل، وسخن الزيت وأكمل طبعا القطع كلها وأرجع لكم. سخن عندي الزيت، نبدأ بسم الله نبي نقلى الرولات لحد ما تتحمر معنا وبعدين نطلعها. تحمرت مثل ما انتم شايفين، بطلعها خليها تبرد، لا تفكونها من الأقمع لحد ما تبرد تماما أساس ما تتكسر معكم. كمل كل الكمية وبعدين أرجع لكم. كمل كل الكمية وبعدين أرجع لكم. على ما تبرد الأقمع أساس أقدر أفكها، نجي هنا للحشوة. عندي هنا مكعبات مثل ما تشوفونها صغيرة بطاطس وباذنجان مقلية طبعا، وعندي هنا فلافل مفرومة ناعم، بيض مسلوق ومقطع مكعبات، عندي هنا رشة بقدونس اللي يحبون الكزبرة يضيفونها، عندي رشة ملح ورشة فلفل أسود. آخر إضافة تبي تكون ملعقة كبيرة زبادي وملعقة كبيرة جبنة سائلة. إذا حسيتوها ناشفة وتتفلل معكم زيدوا كمية الجبنة أو الزبادي، بس بنفس الوقت لا تخلونها كثيرة، يعني لا تصير رطبة مرة على أساس أنها ما ترطب لكم عجينة السمبوسة وتصير لينة، حلوة أنها تحتفظ بقرمشتها. بردت الأقمع الدفعة الأولى طلعتها، هذا هي مثل ما تشوفون باخذ جزء من الحشوة وأحشيها. لذيذة يا بنات هذه، تجنن، لا تفوتكم، اعتمدوها لرمضان، الله يلحقنا خير يا رب. بكمل كل الكمية وبعدين أرجع لكم.